الحلقة القديمة بنرى الدمار الحاصل في الحي والخراب الذي خلفه قصف الطيران والمدفعية والدبابات قبل قوات النظام. طبعا بعض محل تجارية في هذا الشارع، حال قديمة جدا. قد دمرت بسبب القصف. كمان اسمع أيضاً أصوات المروحية، صوت المروحية قريب جداً. حاول قصف المنطقة. هذه المحال كلها تعتبر من التراث، تراث حلب القديم، من أحد السيارات أيضا التي دمرت بسبب القصف. الدمار هائل، دمار كبير بسبب استهداف هذه المنطقة بشكل مستمر من قبل قوات النظام بالقذائف والهاون والدبابة لمحاولة اقتحام هذا الحي. هنا تلاحظون على الجدران طلقات القناص. هنا أيضا قذائف على الجدران. دمار هائل. انظر الى هذا المكان كيف مع عالم المكان. هنا يسمى شارع خمارات. دمار هائل في الشارع. طبعا هذا مسجد خير الله. الآن سوف نقوم بالدخول إلى قلبه. تم استهدافه عدة مرات. أقدم مساجد في مدينة حلب، مسجد قديم.